عندنا ماتش مهم جدا 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 بكره، نهائي كاس مصر امام الزمالك، وزي ما بيتقال عليها المباراه المرتقبه. عندنا كلام كتير عن المواجهه وكيفيه الاستعداد وخايفين من ايه ومطمنين من ايه وحال الكره المصريه والمديرين الفنيين الجداد و كابتن ضياء بيضحك من دلوقتي، خلينا ننور، نورنا حقيقي كابتن. ازاي خلينا ننور؟ خلينا نرحب بكابتن ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق. بونجور جدا وصباح الفل، وبجد على المستوى الشخصي انا سعيده ان حضرتك معايا النهارده، وانا عارفه صراحتك وعارفه جرأتك وعارفه كل ده، فهتبقى فقره نار. لا انا مش هتكلم بصراحه، مش هتكلم. هنجامل ولا ايه؟ لا احنا متعودين على حضرتك الصراحه، بس طبعا منور في البدايه. ربنا يخليك، سعيد انا موجود معاك يا نهاوند، وان شاء الله يبقى خير بكره يا رب. على انتمائي كراجل اهلاوي ان الاهلي يكسب، زي ما كل واحد بينتمي للنادي بتاعه والفريق بتاعه. انا طبعا بتمنى انها تبقى حمراء واهلاويه بكره باذن الله. يا رب باذن الله الكاس يكون لصالح الاهلي. ولكن خلينا بقى قبل ما نخش في المباراه غدا، احنا عندنا كلام كتير جدا وعندنا تقييمات كده، لو هنتكلم من وجهه نظر كابتن ضياء ليه اصلا الفرق وللعيبه والاحداث اللي عماله تحصل والروح المعنويه والاستعدادات البدنيه والضغوطات اللي موجوده، ونقارن بجيل حضرتك لو تسمح، والفروقات اللي دلوقتي اصبحت في الكره في مصر، هو في ايه؟ بص أنا الكلمه دي بقولها على طول، يمكن قلتها معاكي مع حضرتك في مداخله في الراديو. في الراديو صحيح. ما بني على باطل فهو باطل. الرياضه في مصر ما حدش ياخد الشك اللي هو احنا بنكسب مباراه او شكلنا كويس، لعبنا دقيقتين ثلاثه عملنا تايم كويس، ده احنا بقينا كل حاجه وصلنا في كل حاجه وتمام التمام والرياضه ماشيه زي الفل عندنا. تيجي بعد كده ماتش تاني مختلف على طول تاخدي بقى زي ما بيقولوا مش عارف ايه. لا القصه مختلفه تماما معانا احنا. كرياضه في مصر فيها مشاكل كتيره جدا، بدايه من الناشئين لغايه الدرجه الاولى فوق. من الناشئين طبعا انت ما عندكيش قطاع ناشئين كويس في مصر. يعني كان زمان زي ما حضرتك بتقولي الجيل بتاعي، كنا احنا الجيل بتاعنا لو قلت لك على الاسماء اللي موجوده فيه كل واحد يتحط عليه 10 11 ويتعمل له فرقه. دلوقتي بقت العمليه صعبه جدا. انت فين وفين لما بتطلعي ناشئ من نادي كويس يقدر يخدم على الفريق الاول؟ الكلام ده كان ليه بعض الانديه يعني مشهوره بالكلام ده زي المقاولين وزي انبي وزمالك واهلي، ترسانه كانت فتره من الفترات كانت بتطلع ناشئين. لكن دلوقتي هاتيلي لعيب ناشئ متربي في النادي من اول مراحل الناشئين في النادي لغايه ما بيخدمها بالدرجه الاولى، مفيش. معظم الانديه بيمشوا بالمقوله اللي بتقول شرى العبد ولا تربيته، انا لسه هتعب في ناشئ ولسه. ده المفروض الثقافه والدليل على كده تماما، ده الانتماء. الدليل على كده ده المفروض، لكن الدليل على كده ان بعض الانديه في القطاعات بتاعت الناشئين بتبيع الانديه، بتبيع الفرق سوري، بتبيع الفرق استثماري، فما بيبقاش الاهتمام بالناشئ ان انا عايز اطلع ناشئ كويس، فدي عامله برضو دروب. ده بلس ده بعد الجيل بقى عماد متعب وكده ولا بعد الاجيال؟ ده الكلام ده حصل بقالي مثلا 3 4 سنين دلوقتي. يعني موضوع البيع بتاع القطاعات بقى شغال، وبقى للاسف في قطاع استثماري في الرياضه في مصر وموجود وبقى مصرح بيه. انا عندي قطاع استثماري، عندي فرق استثماريه بشتغل عليها عشان ادي الفرصه للولاد اللي عايز يقدر ياخد فرصته في نادي او في مكان محترم وفرقه كويسه ويكمل كوره. ده بلس زي ما بقول لك ان الـ 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 القيمه بتاعت اللعيب الشرائيه بتاعت اللعيب في مصر بقت بتتعدى اللي انت ما تتخيلهوش. اللعيب دلوقتي بتتعاقدي معاه اللي بيعرف يباصي بياخد له 2 3 مليون، بيصي بس اللي بيعرف يباصي ويستلم 3 مليون وربع، اللي بيصي ويستلم في تحت ضغط 5 مليون، اللي بيجيب جول 7 مليون. الكوره ما بقتش كده، الكوره كان زمان غير كده خالص. في النقطه دي كابتن ضياء، يعني لو احنا هنتكلم ان القوه الشرائيه او الاسعار بقت عاليه جدا مقارنه باجيال طبعا حضراتكم، ده طبيعي، بس ده حصل بره، بس بره اللاعب مهما اخذ من مقدار ملايين وغيره او هنقول مليارات، بس عمره ما بيبقى عنده الحته دي. عارفه ليه؟ لان هو اتربى على ايه؟ كل حاجه هناك ماشيه صح. نوانت بمعنى احتراف احتراف، انا سوري ببيع نفسي للنادي، وقتي اسمي تدريبي شكلي ادائي انتاجي للنادي. هنا الاحتراف بيتاخد صدقيني في مفهوم واحد بس، الوكيل او السمسار، وبقولها سمسار ومتعمد اقولها سمسار مش وكيل. اوكي بياخد ايه؟ انا هدفع هبيع بكام عشان اخد نسبتي ايه؟ او الوسيط بين الوكيل واللعيب والنادي هياخد كام، واللي يهمه ياخد كام مش يهمه ان اللعيب ده رايح فين وهيأدي ويعمل ايه.
مبالغ مبالغ فيها، يعني اللاعب يلعب سنه او اتنين يعمل له 10 12 20 مليون وخلاص على كده، دماغه ما بقتش في الكوره علشان ما انا عندي فلوس وانا بلعب عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ادي؟ لا والله العظيم ثلاثه، هروح السنه دي من النادي ده للنادي ده علشان اخد قد كده، او النادي ده بيعرض عليه قد كده فما يهموش ان هو يأدي كويس لان السنه الجايه كده كده رايح المكان بمبلغ عالي جدا. لما يلعب مع التوب، يعني لما يجي لاعب بيلعب مع افضل نادي موجود، هو بيبقى برضه ليه مش فاهم ان هو لو راح من هنا مفيش فرصه احسن؟ دي ليها مواصفات يعني في الداخل يعني. يعني احنا زمان لما بقول اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كلها بقت ستار سوبر ستار، والاسم لوحده الناس كلها عارفاه. يعني حضرتك كابتن ضياء جيلكم انتوا كنتوا بتصرفوا اصلا من جيبكم، يعني ده حسب ما انا عارفه يعني. ده مفيش فعلا، احنا كنا الواحد كان بياخد مصروفه يروح بيه مواصلات ويرجع بيه، لو كل حاجه كل ما كلش، لو في النادي اوكي خلاص على كده. دلوقتي فلوس كتير جدا يا واد، مش بالقيمه صح. انا ما عندي، انا مش ضد ان اللعيب ياخد فلوس ويامن مستقبله، بس ادي بقى مقابل بس ادي مقابل دي. الكلام دوت. وبعدين في حاجه اسمها روح، معلش النادي الاهلي قيمه وقامه، النادي الاهلي اللعيب اللي يدخل يلعب في النادي الاهلي لازم يتحمل اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. بمعنى انا كنت النهارده بشوف مباراه زي ما بقول لك قبل الهوا 2007 نهائي كاس مصر، لا الروح مختلفه تماما. الفرق بين لعيب النادي الاهلي واي لعيب تاني في الدوري المصري او في اي مكان الروح. صح. القلب ممكن تبقى لعيب الموهبه بتاعته او الفنيات بتاعته 60-70% 50%، بس الروح بتعوض. الروح بتعوض 200%. احنا ملوك التسعين ليه؟ ما هي ملوك التسعين دي معناها ان انا لغايه اخر دقيقه يعني بعطي وبفني نفسي في الملعب. كان ايه اللي بيحصل الفتره اللي فاتت؟ كنا ممكن الاهلي يخسر اثنين بدايه او ثلاثه، بس انت مطمن. برافو، خلاص شفت بقى متاكده. لا ده انت لعبت، كنت بتلعب الجيل اللي فات. كنت بلعب كوره والله. طيب كنت متاكده ان في وقت من الاوقات احنا هنعمل ايه؟ هنتعادل وهنكسب. ليه؟ لان بالظبط ليه الروح باينه. انا اخر تلت ساعه شايفها في المباراه والله العظيم ثلاثه وان سايد جيم. ابو تريكه جايب جون في الدقيقه 89 او 90، وبعدين حصل اكسترا تايم. انا نزلت بعد كده بقى، انا متاكد الاهلي كسب طبعا، انت مش عارف تقريبا اسامه حسني على ما اعتقد بهدف او هدفين. انا مش فاكر خلصت على ايه، لكن الروح بتفرق. انا هي دي اللي احنا مفتقدينها حاليا في النادي الاهلي، روح وقلب. صح. اللعيب جوه النادي مش كل هم يبقى السنه دي انا بمضي بكام، السنه الجايه حمضي بكام. صح. السنه دي نهاوند خدت 30 مليون، انا عايز اخد 35 مليون او اتساوي بيه. ويمكن عالميا لو هنقارن شويه برضو او هندي مثال، يعني يمكن برضو باريس سان جيرمان نفس القصه، لما اصبحت راس المال بتتحكم بشكل كبير دفعوا للنادي ده وجابوا اسماء عظيمه جدا بارقام هلاميه، يمكن الاعلى سعرا في العالم، ولم يؤدي النتائج المرجوه في الاخر. يعني اقوى خط هجوم مش في العالم ده، في الكوكب كله. والاخر مش نفس المستوى اللي كنا بنشوفه. طبعًا. مش ده ميسي اللي كنا بنشوفه. مش ده مبابي برضه اللي كان موجود في فرنسا في المنتخب لما كان موجود. يعني في فرق كتيره موجوده بتعمل الكلام دوت، لكن ما اعرفش يعني يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي انا مستغربها فعلا. في باريس سان جيرمان دي يعني احنا قلنا هيخش يقطع الدنيا للاسف. قلنا خلاص بقى للاسف. للاسف كابتن ضياء، احنا لسه معانا ملفات كتيره، ولما نرجع من الفاصل عايزين نتكلم بقى عن الفكر البرتغالي. احنا هنشوف لقاء غدا ان شاء الله بفكر برتغالي 100%، فيريرا وسواريش والمقارنه وحديث يعني لسه هيبقى طويل. وفاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن ضياء. حديثنا لسه مستمر وفاضل يعني دقائق بسيطه، بس لسه الكلام كتير اكيد مع كابتن ضياء عبد الصمد. وكابتن ضياء كنت بسالك قبل الفاصل عن الفكر البرتغالي هنا، وبنتكلم عن طبعا فيريرا وسواريش، والنهارده يعني اعتقد هيبقى فكر مدربين اكتر. فخلينا نشوف احنا، او سؤالي كده بمنتهى البساطه، احنا عايزين ايه النهارده غدا عشان نكسب؟ نمر واحد كنادي اهلي عشان اكسب لازم اعمل حاجتين مهمين جدا جدا، وسواريش ياكد عليهم وتبقى طريقه اللعب متمثله في النقطتين دول. نمر واحد لازم يبقى في سرعه شويه في الاستلام والتسلم والتحرك. نمر اتنين يعني اقدر افتح مساحه واقرب الخطوط كويس جدا جدا جدا، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا كنادي اهلي. نمر اتنين في الحته الدفاعيه مشكله كبيره جدا عندنا كنادي اهلي، استردباكين والتغطيه العكسيه من الباك رايت والباك ليفت. بص يا نهاند، المشكلة دي لما ترجعي كده واحدة واحدة وتيجي تعملي يعني تقييم للمباريات الفترة الأخيرة للنادي الأهلي، الأهداف اللي بتدخل في النادي الأهلي من العمق من السردباكين وعدم الالتزام بالمان، نمرة اتنين التغطية العكسية من الباك رايت أو الباك ليفت لما تكون الكرة في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الجانب الآخر، يعني تلعب ناحية الباك رايت
بتلاقي الباك ليفت بيغطي مش كويس او العكس صحيح. والكلام ده حصل الفتره اللي فاتت بصوره واضحه جدا. المفروض يعني مش انا مستصعبها اقولها ان انا لعيب كنادي اهلي في التوب ولعيب منتخب مصر ابقى انا الراجل الفيرود انا مش شايفه وما اعرفش هو فين يجي من قدامي وبيخطفني بلغه الكوره وبيسجل او بياخد مني او يضرب الجزاء او الكلام ده طبعا تقيل عليا جدا ان انا اقوله. لكن الحته دي لو اهتمينا بيها دفاعيا كويس قوي قوي هتلاقي الموضوع صعب بشويه بالنسبه للفرقه المنافسه اللي بتلعب النادي الاهلي. نمره اتنين، انا لازم اشتغل كتير على الجون يا نهاوند. انا محتاج الفراوده تاخد ثقه. انا الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي بقول ان الازمه ازمه ثقه. والمشكله على فكره لا مجلس اداره ولا جهاز فني ولا جمهور ولا حاجه، هي ازمه لعيبه. الازمه دي جايه من لعيبه وعدم ثقه في اللعيبه دلوقتي. انا فقدت الثقه في نفسي ان انا ممكن اكسب في الدقيقه 90 خسران واحد. خلاص بحس ان الكره ما مشيتش معايا خلاص بقى انا بيرتبني ان انا مش هكسب خلاص. اليوم ده مش بتاعي. وده اللي كنت بتكلم فيه في البدايه ان انا كنادي اهلي بلس 90 واحد قبل الحكم ما يصفر انا هكسب وهتعادل. دي مشكله لازم الشق ده او الموضوع ده او الجانب ده في الجهاز الفني مع مستر سويش لازم يعالجه كويس قوي. لو احنا بدانا ثقتنا ترجع لينا في شكلنا في بدايتنا من تحت كبدايه هجمه لغايه ما نوصل للمرمى الثاني على ما اعتقد الموضوع هيبقى بالنسبه لنا سهل جدا. هيفرق معانا كتير بشكل كبير. صحيح. المشكله ان احنا بس نهتم، المشكله ان احنا نركز شويه، المشكله ان احنا ما نستعجلش ونخاف. لو انت احنا في 23 مباراه ضايع مننا 21 بونت داخل فينا 20 هدف، لا دي مشكله. لا طبعا مشكله. او العكس انا مش بس دي مشكله، مشكله كبيره طبعا. من احنا مش واخدين على ده اصلا. هي النقطه الاكبر ان احنا مش واخدين على ده. تحسبي دلوقتي كل مباراه يضيع منك بونت او كل مباراه تحسبيها تقريبا كل مباراه يضيع منك بونت. يعني انا بلعب المباراه بدل 3 بونت مكسب بلعبها ب 2 بونت. دي صعبه جدا وما حصلتش قبل كده في النادي الاهلي. بالظبط. كميه الاهداف اللي بتخش في النادي الاهلي صعبه. نمره 3 بقى والاصعب واللي يفهمها واحد بيلعب كوره في كوره، ان معظم الفرق يعني ايه اتجرأت عليكي. هو مين ده اللي ما يكسبش الاهلي؟ يا عم ده الاهلي في اسوء حالاته اكسب النادي الاهلي. لو هو عنده دافع 50 60 انا بتكلم بكل امانه 70% صح انا اكسبه. امال الاهلي هكسبه امتى؟ لا الاهلي وهو في اسوء حالاته اكسبه امتى؟ فدي بتجرأ الناس كلها على النادي الاهلي. دي للاسف يعني مشكله. يعني اتفق مع حضرتك. مشكله يعني مشكله كبيره. اتمنى ان الحته دي لو قفلناها دفاع. بصي اللي عايز يكسب ما يدخلش في جول، لازم يامن دفاعيا كويس جدا. وابدا اشتغل لان مستر سواريش قدامه من 12 او ل 15 مباراه عشان ابدا اقيمه. يعني شهرين ثلاثه ده على الاقل. لو قلنا كل 3 4 ايام مباراه في 6 مباريات عشان ياخد وقت ويبدا ياخد وقته. هو فعلا هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعمل توافيق وتباديل. لا ضياء جنب نهاوند، لا ريهام جنب محمد خالد جنب اشوف مين اللي يقدر ينفذ التشكيل بتاعه والفكر بتاعه يبدا يشتغل بيه. لكن دلوقتي مستحيل اقدر احكم عليه. صحيح. مستحيل. كل الخير ان شاء الله بكره. يا رب و... يا رب يعني يبقى معانا مداخله بقى مع حضرتك يوم الاحد ونبارك لبعض ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ضياء احنا كنا في سؤال السوشيال ميديا في بدايه الحلقه كنا بنسال الجماهير كم مره اهلي والزمالك اتقابلوا في بطوله كاس مصر، تحب تجاوب؟ لا انا ما هو 31 32 مره تقريبا. 32 الاجابه صحيحه. غشيت انا غشيت غشيت الاجابه صحيحه 32. انا غشيت يا جماعه على فكره انا غشيت. ريهام غشيتها لي. ريهام غشيتها لي. خلينا بقى اقرا مع حضرتك كده عشان نشوف الاهلاويه بقى عاملين ايه الاجابات. محمد ربيع بيقول 19 مره ده كلام 19 مره. احمد النميري 31. ادهم ناصر 32. احمد كده مظبوط. سوري ادهم كده الاجابه مظبوطه. حماده دونجواي والله من كتر الدوري والكاس وافريقيا عندنا الواحد ما عادش بيحسب والله. برضو إجابة حلوة. طارق موسى بيقول 31 مرة، لا الإجابة مش دقيقة قوي. محمد علي 21. عبد الرحمن بيقول هو حددهم 31 برضو، لا واضح إن في بقى لخبطة عند البعض. نادر ممدوح 31. محمد أبو النجا 19. محمد السيد بيقول برضو 19. همس 31 برضو غلط. 19. علاء أنيس. أحمد حبيب 31. واضح كده إن في لخبطة لأن معظمهم 19 ممكن بيحسبوا كل المباريات مش النهائي. ممكن مش المقابلات بس مش النهائي يعني. أنا هقول لحضراتكم دلوقتي الإجابة مظبوط. أحمد مش عارفة أحمد إيه. أحمد بيجاي 20 مرة. لا دي جديدة دي بقى. 20 مرة؟ 20 دي جديدة. عبدو محمد صباح أهلاوي على كأس مصر. ناوي حلوة حلوة. عبد محمد 19. جمال ناصر 30. محمد عزت 20. أحمد حسن 20.
8 مرات دي جديده برضو قوي يا حماده. حماده اهلاوي ويفتخر 8 مرات قوي. لا غلط طبعا. كوستا نبروح تقريبا 31 مره هو مفصل لنا يعني البطولات او اللقاءات، لا برضو غلط او يعني قربت انت الاجابه شويه الصح. شاهد الخولي 19، احمد السيد 31، محمد جمعه 19، عمر محمد 19، عماد بيقول هنا كامل مجمل بتاعه 37 مره، لا برضو مش مظبوطه يا عماد. محمد اشرف 20، وبعدين محمد اشرف تاني 30، عبد الرحمن بيقول 19. خليني اقول لحضراتكم الاجابه مظبوطه، احنا لعبنا او لعبوا تحديدا 32 مباراه، الاهلي فاز في 16، تعادل في 6 وخسر في 10. الاهلي احرز بلغه الارقام كده للاهداف 57 هدف مقابل 46 في دور ال 16، لعبوا مباراه واحده فاز فيها الاهلي، وفي دور الثمانيه لعبوا 7 مباريات فاز الاهلي في 4 وتعادلوا في 3 لو انا مظبوط كده كلامي، وحضرتك تصلح لي برضو في نصف لا. كان النهائي ولعبوا 4 مباريات فاز الاهلي في 2 وتعادلوا في 2، في نهائي برضو لعبوا في النهائي لعبوا 20 مباراه فاز الاهلي في 9 والتعادل كان في 3 وفاز الزمالك في 8 مباريات والتعادل. هنا عشان بس نوضح حاجه برضو حاجه اعتقد مهمه، ما كانش في ضربات واداء ترجيح، ما كانش فيه ضربات ترجيح، فلما بيتعادلوا بيتعادل ماتش مره تانية وبيتم بعد كده يعني تقاسم الفريقين اللقب مرتين. الاول باب التفاؤل بقى، باب التفاؤل لسه باب التفاؤل شهر ايه؟ شهر 7 ايوه. انا بس بحكي بالتفاصيل اكتر. الاول كان النهائي طبعا موسم 42 و43، ويعني وما اعتقدش ان هو اتلعبت المباراه فتقاسموا بقى الكاس، والثانيه كانت برضو تقاسموا فيها الكاس في عام 58 بعد التعادل اللي كان 2-2 وكان 0-0. بس الجزئيه اللي انا وكابتن ضياء كنا بنتكلم عنها قبل كده، لما ترجع شويه برضو بالتاريخ هتلاقي ان شهر 7 اي مباراه كانت بين او اللقاء ما بين الاهلي والزمالك وشهر 7 احنا اللي كنا بنكسبها. فان شاء الله خير. اقول لك حاجه، اقول لك حاجه دلوقتي برضو مباريات الاهلي والزمالك خارجه عن التوقعات وعن التقييم. لا لا طبعا نتكلم بامان، والدليل زي ما بقول لك احنا لما لعبنا مباراه الناشئين والاهلي كان بيلعب بكل فرقته ناشئين ما عدا كان الكابتن احمد شوبير، وكان الزمالك بيلعب فول تيم احنا كسبنا. فمباراه الاهلي والزمالك عموما خارجه بره التوقعات وبره النتائج وبره حتى الـ 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 التاريخ الـ 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 اللي بيجمع مباريات الفريقين. يعني اتمناها والله، يعني اتمناها نواند بس يعني يتحط في الاعتبار الحته اللي كنا بنتكلم فيها دي بالنسبه للنادي الاهلي، لان في بعض اللعيبه تحس ان هم بقوا مستهلكين. يعني عندك علي معلول، انا مش عايز الناس تغلط يعني تتحامل على علي معلول، على السوليه، على حمدي فتحي، مش عايز اتكلم عشان انا بص يا كابتن زي انا قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده في بدايه الحلقه. كل اللي احنا طالبينه من حضراتكم دلوقتي واحنا ده دورنا الدعم، دعم الكامل، الثقه في الفريق، وان شاء الله خير، وان شاء الله يعني يوم الجمعه نقدر ان احنا نصحى ونقول صباح النصر لينا، احنا مش نبقى هوا بس نقدر نقولها لنفسنا حتى. نقولها لحد ان شاء الله. نورتنا يا كابتن ضياء والله. سيانة وان ربنا يخليك. ويكند سريع على سعيد على حضرتك باذن الله، وان شاء الله يبقى ويك اند سعيد علينا كلنا كاهلاويه بعوده الكاس مره ثانيه لمكانه الطبيعي وهو طبعا مع النادي الاهلي. شوف حضراتكم الحد الجاي باذن الله و10 الصبح في الاهلي.